قرطاج تونس. اقفل تماما علي. ايوه يا استلم الكره لكن هايل يشيل الكره كويس. يلا صانع الهدف غالي، الهدف غالي، المرمى كان خالي. قلت لسه لحضراتكم من ثانيتين سمعني الصنعي واحرز الهدف بين القائمين، ولكن مهدي الحرباوي يشيل الكره من بعد مترين. لازم تصويب من بعيد، لازم تصويب يفيد، يطلع الصنعي يعمل الجديد. الصنعي يتقدم للنصور يغير الامور في اول الشوط الثاني. حرك له جهاد، يسيب الكره كويس، الصنعي يعدي كويس. يلا يا صنعي، جمله تكتيكيه رائعه. دفاع طالعين لبرا النصور. الصنعي يوسف لاعب واعد، انذار بعده جيبلا، يقطع مره ثانيه مكدوب الصنعي. وشوط الصنعي بخبراته يعني تصويباته للنصور مره ثانيه. الصنعي بيرمول يجهز للصنعي. يلا صنعي، أولنسيك عايز يلعب الكرة على الدايرة، فاول مهاجم. الصنعي عايز يلعب الكرة في المرمى الخالي، في المرمى الخالي يحرز هدف خالي لأبناء النجمة والهلال من بنزرت البيت خردان. النصور استوعبوا الأمور من الهجمة السريعة، والصنعي يحرز التقدم. ثلاث اهداف من ثلاث تصويبات للصانع بنسبة 100% في اللقاء الى الان. يقطع الكرة مرة ثانية يوسف، والمرمى خالي. هدفين غاليين للنصور، يتقدموا على بولونيا من ايد الصنعي، من ايد الخبرة. ياخذ وقت مستقطع لبولندا باتريك روبل. نتابع مع بعض. يوسف عايز يعدي، ترمول عنده الحلول، مكدوب، الصنعي عايز يشوط يفوت، يشوط الصنعي ويفوت. مصباح الصنعي نادي الافريقي عملها حلو قوي. الصنعي بول السوسي لعب ترامبلي، الصنعي شوط من السبات واللي فات فات بتصويبة فيها الخبرات 86% نسبة تصويبات الصنعي. من سبع تصويبات أحرز ست أهداف. مصباح الصنعي يوسف، الصنعي ديرمول مرة ثانية، رجعت مرة ثانية الصنعي، حلوة من الصنعي. شوطك قوية قوي، تصويبة رائعة رائعة رائعة. التسعة متر ينط من أعلى نقطة، يلعب في المقص الشمال، هدف آخر جمال. يوسف الصنعي عايز يعدي، يقف قدامه لكن يعدي كويس قوي الصنعي. بخبرة الخبرات ومهارة المهارات 8 أهداف من 9 تصويبات للصنعي. هايل يا صنعي للنصور. غيرت الامور، بص الخداعات، بص التصويبات. زايد على الباك الشمال، الصنعي شوط، ايوه كده،
لازم الهجمه تخلص بسرعه. 9 أهداف من 10 تصويبات الصانعي في اللقاء الى الان بنسبه 90% الصانعي. ليه مع عريف يوسف اللي موجود في مركز الظهير الايمن، وادي تسديده جميله رائعه. يا سلام يا سلام على المتعه والهدف الجميل من خلال حوله للمرور محمد امين مصباح الصنعي. يا سلام، تسلم ايدك تتلف بحرير يا مصباح. يا سلام على الارتقاء، متعه التسديد ساحقه، نتمنى نشوف سرعتها بالكيلومتر. ادي تقاطع رائع جميل وتسديد، تمرير وتقاطع في الخط الخلفي، محاوله للمرور، تقاطع محمد امين مصباح. يا سلام يا مصباح، عجبني جدا، متالق نجم من نجوم المنتخب التونسي. عاد مره اخرى مع عريف يوسف في مركز صانع الالعاب، تقاطع ما بينه وما بين النجم مصباح الصنعي، وادي ايقاف لمده 2 دقيقة للاعب رقم 26 اللي امام حضراتكم. ادي عدل الكره مره ثانيه لوكاس هيربرجر مدافع منتخب النمسا، فعلا في شد وجذب على نجم المنتخب التونسي مصباح الصنعي، يتحصل بها على ايقاف لمده 2 دقيقة. وادي طبعا يا سلام لو يستغلوا المنتخب التونسي الجميل حتى الان في اللقاء مصباح الصنعي، رائع 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 يا مصباح، تسلم ايدك يا مصباح. تمريره رائعه سحريه للاعب الدايره جاب الله جهاد، اللي بيحجز بشكل جميل، بيقف في شكل سليم، بيسدد اعلى حارس المرمى علشان يعلن عن هدف جديد. ادي عدل الكره تسترود لجاب الله جهاد، تقاطع مصباح الصنعي هيمررها جميله، هدف هدف ولا احلى ولا اروع. تسلم ايدك يا غسان يا تومي يا نجم نادي ساقيه الزيت التونسي، يشارك لاول مره في البطوله ولكنه مولد لنجم. يعني الكره محاوله الاستغلال، عدم الارتداد، مصباح يجد ايقاف قوي. منير منير مصباح، في انارتك وحلاوتك منور الملعب يا مصباح يا صنعي. ادي عدل الكره مره ثانيه، مر بشكل جميل، متالق، بيخترق الدفاعات بخداع جميل جدا. ادي شايفين الشد والجذب من زيفيكوفيتش الظهير الايمن للمنتخب النمساوي والاجنحه للمنتخب التونسي. مصباح الصنعي هيرتقي يمر، تسلم ايدك يا مصباح، رائع رائع رائع، جميل، احلى ما في اللقاء. مصباح الصنعي 4 أهداف من 5 بنسبه 80%، لاعب خلوق، لاعب جميل بيقدر، والتفوق لنسور قرطاج. تقاطع في الخط الخلفي، رجع مره اخرى مصباح الصنعي اللي كان متالق في الشوط الاول، بقول لحضراتكم متالق وما زال يتالق النجم مصباح الصنعي. 86 كيلو، حارس مرمى نادي ساقيه الزيت التونسي. حول للمرور جميله، هدف هدف ولا احلى ولا اروع، تسلم ايدك. نرجع نستفيق، نمر نحرز اهداف، متوقفه النتيجه بفارق 3 أهداف منذ بدايه الشوط الثاني. يا سلام، تسلم ايدك، تتلف بحرير يا مصباح يا صنعي. 6 سم 89 كيلو، نجم نادي الافريق التونسي. ادي عادل المصباح، هيكون لينا طعم تاني وشكل تاني يا نجوم المنتخب التونسي. ادي خروج جاب الله جهاد، بيحاول يمر اللاعب انور بن عبد الله. عبد الله عبد الله، تسلم ايدك يا مصباح، نور متعنا كلنا، مان اوف ذا ماتش، واكثر لاعب تاثيرا وذو قيمه في اللقاء يا مصباح يا صنعي. زال التالق والتفوق لصالح المنتخب التونسي. محاولة للمرور محمد أمين، مصباح نور، المصباح نور في الهدف اللي فات، تسلم إيدك يا مصباح. زي ما قلت لحضراتكم، مصباح نور وتألق خلال اللقاء، يستحق عليها مان اوف ذا ماتش أو أفضل لاعب في اللقاء، تستحقها يا نجم يا كبير، يا اللي قدرت تعوض يعني غيابات كثيرة جدا في صفوف المنتخب التونسي. نتمنى استكمال المشوار، نتمنى النجاح للمنتخبات العربية في هذه البطولة الجميلة. وفي النهاية درمول للصنعي أنور بن عبد الله، درمول خلاص حفظنا، عدى وفات، ايوه كده ايوه كده، مصباح الصنعي تصويبه، ايوه كده ايوه كده يا مصباح، ايوه. وادي مصباح الصنعي بيكمل كويس جدا مع اللعيب اللي معاه الكره، والتصويبه تيجي كده في راس، يلا كمل يا عصام، كمل يا عصام، ده غسان تومي، غسان تومي، غسان تومي، المرمى خالي، والهدف والهدف رقم 17.
التصويبه جت في راس ازاي مصباح، لكن هو مش فارق معاه، والله ما يفرق معاه. كل اللي يفرق معاه هو مرور وعبور المنتخب التونسي للدور الرئيسي وبصحبه الكبار. ادي غسان، لكن وادي مصباح الصنعي بيعمل ستيل كده الكوره، وتاني مصباح ويمرر، وهدف رقم 26. فاضل 7 دقايق ونص، 38% من 8 محاولات 3 المصباح الصنعي. قطع التمريره اللي فاتت بذكاء واحد من اصحاب، يمكن انا بقول بمنتهى الامانه، حصل ضغط عليه كبير جدا على مصباح الصنعي بعد مباراه البرازيل، وحملوه كل الناس حملته، لكن وقعدوا يقولوا لعيب عنده امكانيات وخبرات.